يمكن لأنثى عقرب واحدة حامل تنقل إلى موطن غير مألوف أن تبدأ مستعمرة جديدة بالكامل. العديد من المناطق في العالم أصبحت موطناً لأنواع معينة فقط بسبب عقرب حامل تسلل بطريق الخطأ على متن سفينة شحن. يصل الصغار واحداً تلو الآخر مكتملين التكوين، وبعد الولادة يصعدون فوراً على ظهر أمهم. يتراوح عدد الصغار من واحد إلى أكثر من 100، ويمكن لأنثى العقرب ذات العدد الكبير من الصغار أن تستمر في الولادة لعدة أيام. هذه هي الفترة الأكثر عرضة للخطر بالنسبة للعقارب، فإذا انفصل الصغير عن أمه في هذه المرحلة المبكرة سيتعرض للجفاف ويموت. يدعم هذا العقرب من نوع سنترورويدس غراسيليس حوالي 30 صغيراً، ويتغذى هؤلاء الصغار على سائل غذائي مليء بالعناصر الغذائية يفرز من ظهر أمهم. مقارنة بالعناكب الأخرى، تستثمر العقارب وقتاً وجهداً كبيرين في رعاية صغارها. قد يمنح هذا الاهتمام المبكر للعقارب بداية قوية تساعدها على البقاء في البرية، ولكن هذه الرعاية المجانية تنتهي عادة بعد أول عملية سلاخ، والتي تحدث عادة في غضون أسبوع أو أسبوعين بعد الولادة. إذا استمر الصغار على ظهر أمهم بعد هذه الفترة، فإنهم يخاطرون بأن تلتهمهم الأم نفسها. بمجرد أن يصبح الصغار مستقلين، يقومون بالانسلاخ بشكل دوري حتى يصلوا إلى مرحلة البلوغ. عادة ما يغيرون جلدهم 5 أو 6 مرات قبل أن ينضجوا تماماً. ولكن الطريق إلى البلوغ مليء بالمخاطر. تعترضهم أخطار متنوعة في كل مكان، مثل حشرة القاتل التي تتمتع بمهارات قاتل محترف. يسير عقرب صغير غير مدرك لطبيعة العالم في مواجهة هذا القاتل، الذي يستخدم سرعته ودقته لحقن ضحيته بسم قاتل يذيب الأنسجة بسرعة. العقرب النباحي في أريزونا، الموجود في جنوب غرب الولايات المتحدة، يغامر بالخروج إلى الليل الصحراوي. وعلى الرغم من صغر حجمه نسبياً، إلا أن هذا النوع سام للغاية. يتجول العقرب على مسؤوليته، حيث تشمل أعداءه المفترسين الكبيرين والخفافيش والسحالي، وكلها وفيرة في البيئة الصحراوية. سيتعلم العقرب الصغير أن الهواء الطلق مليء بالمفاجآت والمواقف المعقدة. شبكة عنكبوت متشابكة تجر العقرب النباحي في أريزونا إلى شباكها، مما ينبه السيدة العنكبوت إلى الصيد. لقد وجد هذا العقرب التعيس طريقه إلى شبكة حريرية لعنكبوت الأرملة السوداء، أكثر العناكب سمية في أمريكا الشمالية، سمها أقوى 15 مرة من سم أفعى البراري. خلال دقائق يلف العقرب في خيوط قوية، ويصبح التحرر أكثر صعوبة مما يبدو. تتميز شبكة الأرملة السوداء بفوضويتها وتشابكها، مما يجعلها صعبة الرؤية، ويصبح العقرب في فخ الموت. تستخدم الأرملة السوداء أرجلها بمهارة لنسج العقرب وإخضاعه، حيث تمنع الزيتية الموجودة على أطراف أرجلها من التورط في شبكتها الخاصة. يركل العقرب الهواء في محاولة يائسة للهروب، لكن العنكبوت لا يفوت إيقاعاً. تقل الحركات بينما يقيد العقرب من جميع الجوانب. تعمل العنكبوت بكفاءة قاتلة، معلقنة فريستها في شرنقة حريرية، وتحملها بعيداً عن الأرض، بعيداً عن الحيوانات المفترسة الأخرى الجائعة. تحقن سموماً وعصارات هضمية في العقرب، مما يقتل الفريسة ويحول لحمها إلى سائل، لتصبح الوجبة جاهزة ومعلقة. العقرب هو واحد من أكثر الكائنات مكروهاً على وجه الأرض، ورمز للموت منذ أقدم العصور. يثير العقرب لدى الكثيرين خوفاً بدائياً عميقاً،
ويرجع هذا الخوف في الغالب إلى الذيل الذي ينتهي باللسعة أو ما يعرف بالذنب، وهو الجزء الذي أرعب البشر لقرون طويلة وبحق. الذنب يفرز سم العقرب الذي يمكن أن يقتل الفرائس والحيوانات المفترسة غير المحظوظة على حد سواء. السم هو مزيج معقد من البروتينات والسموم العصبية المصممة خصيصاً للتدمير. بمجرد أن تخترق اللسعة الجلد، ينتشر السم بسرعة في الجهاز الدوري للضحية، وللضحايا يأتي الموت بسرعة. سم بعض الأنواع أكثر فتكاً بمئة ألف مرة من السيانيد. يحتوي قاعدة الذنب على زوج من الأكياس الغددية التي تنتج وتخزن السم، ويمكن للعقرب التحكم في هذه الأكياس بشكل إرادي لتنظيم كمية السم المحقونة مع كل لسعة. اللسعة نفسها تشبه إبرة الحقل، فهي مجوفة وحادة للغاية، كما أنها تحتوي جزئياً على معادن، حيث يشكل الزنك والمنغنيز والحديد نحو ربع تركيبها. يحتوي طرف اللسعة على فتحتين صغيرتين لتوصيل السم. العقرب البني النحيل هو نوع واسع الانتشار يمتد من الأمريكتين إلى غرب أفريقيا، وهو عقرب متوسط الحجم يفضل المناطق الاستوائية. في أحد المشاهد تلتقط عنكبوتة من نوع ريدروم خطواتها عبر أرضية الغابة الرطبة وهي في مرحلة اليفاعة ولا تدرك بعض الأخطار المحيطة بها. حينها تبدأ الكماشات الرفيعة للعقرب البني بالعمل، لكن هذه الكماشات الصغيرة لها حدود. يعتمد هذا العقرب على ذيله الرشيق لتوجيه الضربة القاتلة. يتسرب السم سريعاً، مما يؤدي إلى شلل بعض الأطراف وإحداث تقلصات صغيرة في أطراف أخرى، وسرعان ما تموت العنكبوتة. باستخدام مخالبه المتعددة، يقوم العقرب بوضع فريسته في وضعية مناسبة ليبدأ وجبته الطويلة. يختلف السم من نوع إلى آخر، فقد يكون سم عقرب أكثر فتكاً من سم آخر.